أهلا بكم في حلقة جديدة من Control Systems Engineering، هندسة نظم التحكم. إعداد مهندس كرول سيفعل. وفي حلقة النهاردة هنتكلم على الإلكتروميكانيكال سيستم ترانسفير فانكشن، وبالأخص على الأرميتشر كنترول دي سي سيرفو موتور. هنتكلم عن انترودكشن الاول. الكتروميكانيكال سيستم معناه ان هو هايبريد سيستم من الكتريكال وميكانيكال سيستم، دمج او جمع بين الكتريكال سيستم وميكانيكال سيستم، او هو السيستم اللي خارجه ميكانيكال والانبوت بتاعه الكتريكال عندي، سواء كان فولت او تيار. امثله هناخد الانتنه مثلا كمثال، بتتحرك والتغذيه بتاعتها بتبقى فولت عشان اغذي الموتور. الروبوت كنترولز عباره عن الكتروميكانيكال سيستم. عندنا السن والستار تراكرز، متتبع الشمس والنجوم، ومعانا الكمبيوتر تيب، التسجيل بتاع الكمبيوتر، ومعانا الديسك درايف بوزيشن كنترول، ومعانا كمان الموتور. هو مثال على الالكتروميكانيكال كومبوننت لانه خارجه عباره عن ديسبليسمنت زاويه كاوتبوت لما اطبق عليه فولتج انبوت، فبالتالي هو ميكانيكال اوتبوت بحصل عليه لما اطبق على الكتريكال ام. هنتكلم باختصار على الموتور والجنريتور. فكره الموتور اصلا ان انا بيبقى عندي ملف موجود في فيض ثابت كمغناطيس، الملف ده باخد طرفين من بره كده وبغذيهم بسبلاي دي سي فولت، فبالتالي نتيجه وجود الفولت هنا بمرر تيار في الملف البيرمننت ماجنت هنا بيتولد قوه بتحرك عندي الملف ده، باختصار فكره الموتور. اما الجنريتور فهو عمليه عكسيه، ان انا عندي مغناطيس دائم وعندي ملف، بس هنا انا اللي بحرك الملف، انا اللي بحرك الملف، وبالتالي نتيجه الحركه مع وجود الفيض هيمرر لي تيار هنا خارجي. يبقى عندي ثلاث عوامل اساسيه، بيرمننت ماجنت، عندي كمان الحركه، وعندي الفولت. لو انا عندي الفولت والبيرمننت ماجنت اقدر احصل على حركه، لو عندي حركه وبيرمننت ماجنت اقدر احصل على تيار او فولت خارجي، ده الجنريتور. الفكره كلها ان انا عندي الموتور لما بغذيه بيديني اوكي حركه، طب مش الحركه في وجود مجال مغناطيسي دائم بيرمننت ماجنت بتديني فولت او تيار؟ يبقى الموتور هيشتغل كموتور، بس في تأثير سلبي او عكسي ان هو بيشتغل كمان كجنريتور واثناء هو ما شغال موتور، فبيولد لي باك اي ام اف. ليه باك اي ام اف؟ زي ما قلنا لان عندي حركه نتيجه الموتور، حركه الموتور في وجود بيرمننت ماجنت، فيتولد فولت عكسي بيقاوم الانبوت، بس قيمه الفولت العكسي ده اقل من الانبوت والا الموتور هيقف. يبقى هيتولد فولت عكسي بيقاوم الانبوت، ودائما قيمه الفولت العكسي باك اي ام اف اقل من الانبوت والا الموتور هيقف. فبالتالي نروح نتكلم على الارميتشر كنترول دي سي سيرفو موتور. دي سي يعني التغذيه بتاعته بتبقى دي سي. سيرفو موتور كلمه مقطع سيرفو معناه ان على الشافت عندي بيبقى فيه تروس. ارميتشر كنترول يعني انا بتحكم في الارميتشر كارنت. الموتور باختصار زي ما انت شايفه كده، لما اجي امثله عندي في دايره كهربيه بيتمثل بشافت بيمثل الحركه، والموتور داخليا فيه ملفات والملفات ليها مقاومه، يبقى هيتمثل كده كتوالي مقاومه وملف ورمز للموتور. الموتور ده بيبقى ايدل في الرسمه اللي هنا اللي هي السيماتيك عندي. الشافت ده بيتولد عليه تورك اسمه تي ام وزاويه دوران سي تي ام، وكمان زي ما قلنا نتيجه ان الموتور بيدور في وجود بيرمننت ماجنت داخلي بيديني باك اي ام اف عكسيه، بحط على طرفيه موجب السالب في بي كباك اي ام اف. نفس النظام كنا بنمثله مع الدايود، الدايود كان بيتمثل في دايره كهربيه عباره عن ايديال دايود وعندي مقاومه وبطاريه، فنفس النظام الموتور بيتمثل كرمز الموتور والشافت بتاعه باك ام اف عليه وملف ومقاومه، ودي التغذيه عندي بتاعه الموتور اسمها اي اي. اي اي ليه؟ لان اي اي اختصار لارميتشر، وبالتالي ده كله عباره عن ارميتشر. ايه هو الارميتشر؟ هو الجزء الدوار اللي هو الملف في الاصل، تمام؟ لو رجعنا للسلايد اللي فات هنلقى هنا شايفين الارميتشر، الملف ده اللي بيدور هو ده اسمه الارميتشر، الارميتشر او الروتور. اما البيرمننت ماجنت اللي بره ده اسمه ستيتور. احيانا بيبقى بيرمننت ماجنت كمغناطيس، او ممكن اجيب ملف كده وامرر فيه تيار هيطلع لي فيض ثابت. انا الفكره كلها ان انا عايز احصل على فيض ثابت، يبقى بحصل عليه من مغناطيس دائم بيرمننت ماجنت او فيكسد فيلد عندي، ان انا بجيب ملف واغذيه وبالتالي هيديني فيض ثابت. لو رجعنا للسلايد بتاعنا تاني قلنا ان هنا دي التغذيه اسمها اي اي، بالتالي هنا التيار الارميتشر اللي هيمر هنا، لان قلنا الموتور ده مكافاه مقاومه وملف، وبالتالي هنا الارميتشر ده لازم يبقى في داخل فيض. الفيض ده هجيبه من فين؟ فيكسد فيلد، انا عندي ملف وهغذيه بفولت خارجي ويديني فيض ثابت. لو شفنا المنظومه اللي قدامنا دي داخلها ايه؟ داخلها فولت. الخارج بتاعي ايه؟ عباره عن حركه اللي هي ديسبليسمنت سيتا ام. ممكن امثل الدايره اللي قدامي دي في بلوك دايجرام، الانبوت بتاعه اي A خارجه سيتا M، ودي عبارة عن ترانسفير فانكشن، دي اللي بتعبر عن السيستم عندي،
اللي هي لابلاس الاوتبوت على لابلاس الانبوت. يبقى هو عايز سيتا ام على اي اي، زي ما قلنا ان ده عباره عن الروتور او الارميتشر، ده عباره عن الستيتور. هبتدي احط البولاريتي بتاعتي على الرسم زي ما انتم شايفين كده، بحطها عن طريق اتجاه التيار وابتدي اطبق العلاقات بتاعتي. الجهد الانبوت بيساوي ايه؟ جهد المقاومه زائد جهد الملف زائد الجهد العكسي المتولد على الموتور، ودي العلاقه بتاعتنا. شغال لابلاس يبقى كله بيبقى كابل، وكمان فولت المقاومه عباره عن ايه؟ عباره عن تيارها في قيمتها، يبقى ار في اي. خلي بالك هيبقى كله سمول عشان شغال تايم دومين. عايز دي لابلاس يبقى هتبقى بالشكل ده، في كابيتال اوف اس، خلي بالك السافكس اللي تحت دي ار يعني اختصار او ليه علاقه بالريزيستنس، سافكس اي يعني انا بتكلم على الارميتشر، يبقى ار اي كابيتال ان دو كونستانت الايس مول تبقى اي كابيتال اوف اس. لو رحنا للملف، فولت الملف بيساوي ال تفاضل تيار، وبالتالي عندنا اللابلاس ان التفاضل ده بيتشال بيتحط مكانه اس، يبقى هتبقى كل الرموز كابيتال عندي والتفاضل الدي تتشال تحط مكانها اس. هنا عندي العلاقتين، معوض في العلاقه اللي فوق لما اعوض تطلع بالشكل ده، هنلقى اي اي واي اي، اخد اي اي عامل مشترك تطلع بالشكل ده، يبقى ار اي زائد ال اي اس. وهنا عندي الجهد العكسي زي ما هو واي اي. الهدف كله ان انا عايز احصل على علاقه بين سيتا ام واي اي اي، تمام. الاي اي ده الانبوت، وفعلا في المعادله الاي اي انبوت، يبقى الانبوت هو ناحيه اليمين، يبقى محتاج اشوف ناحيه الشمال سيتا ام، سيتا ام كاوتبوت وتفاضلاتها، او سيتا ام ومضروبه في اس، اس تربيع ايا كان. فالفكره كلها ده عندي في بي، الترم ده ما فيهوش سيتا ام، لازم يتشال ويتحط بدلاله سيتا ام. الاي اي لازم يتشال ويتحط بدلاله سيتا ام، اما الترم ده كونستانت اللي هو ار اي وال اي ده كونستانت. نروح دلوقتي ازاي احسب الفي بي. معروف ان الجنريتور كل ما زادت الحركه او السرعه اللي بدور بيها الملف عندي بحصل على فولت اعلى، يبقى الجنريتور كل ما انا ازود السرعه بتاعته ازود الحركه احصل على فولت اعلى. طب مش قلنا الموتور بيشتغل كباك ام اف في المرحله دي او في الجزئيه دي كجنريتور، يبقى بالتالي الباك ام اف هتتناسب طرديا مع سرعه الموتور، كل ما سرعه الموتور تزيد يبقى الباك ام اف هتزيد، يبقى الفي بي الباك اي ام اف تتناسب طرديا مع سرعه الموتور اللي هي اوميجا ام. فبالتالي انا عايز اشيل العلاقه الطرديه علاقه التناسب واحط ثابت التناسب هيبقى كي كابيتال بي، وبالتالي دي في التايم دومين عايز اشيلها واعوضها بالاس دومين. فقبل ما هعوض بالاس دومين عندي الاوميجا هي تفاضل سيتا، مع الاوميجا ام سرعه الموتور هتساوي تفاضل الزاويه اللي بيدور بيها الشافت بتاع الموتور، وبالتالي الاس دومين دي هشيلها احط ايه؟ اس. ده انا الترم اللي اسمه في بي جبته بدلاله سيتا اهو، يبقى دي اول مشكله انا حليتها، يبقى ده الترم الاول. فاضل الترم الثاني اللي هو الاي اي. الاي اي ده بجيبه من التورك، بيقول لك ان كل ما تيار الموتور زاد تركه بيزيد، يبقى العلاقه طرديه بين التورك بتاع الموتور وتيار. عشان كده ممكن تلقى في اكتر من موتور كلهم بيتغذوا بفولت ثابت، موتور ب 12 والموتور الثاني ب 12 والموتور الثالث ب 12. ايه الفرق؟ الفرق في التيار اللي بيسحبه كل موتور عندي مختلف. الموتور اللي هيسحب تيار اعلى بيديني تورك اعلى. ايه معنى كلمه تورك اعلى؟ معناها انه يقدر يحرك لود اكبر. كل ما تيار الموتور يزيد معناه التورك يزيد، كلمه تورك يزيد يعني حرك لود اكبر. فبالتالي التي ام اللي هي تورك الموتور تتناسب طرديا مع تيار الارميتشر، عشان كده اسمه ارميتشر كنترول. لما ازود تيار الارميتشر بالتالي اقدر ازود التورك اللي بحصل عليه من الموتور. طبعا في ليميتيشن، الموضوع مش اوبن، في ليميتيشن عندي. احول دي للعلاقه دي يبقى ثابت التناسب كي تي، احول دي اللابلاس عندي تطلع بالشكل ده، ده ثابت، كل الرموز الباقيه تبقى كابت. طب انا الاي اي دي اللي عندي فين في المعادله؟ المفروض اشيلها، يبقى اشيلها يبقى اجيب الاي اي في طرف لوحدها تبقى تي ام على كي تي، وبالتالي عندي دي المعادله الاصليه اللي كانت في السلايد اللي فات. هبتدي اعوض عن الفي بي بالمعادله دي والاي اي بالمعادله دي، بعد التعويض تطلع بالشكل ده، ادي الاي اي تي ام على كي تي والفي بي عباره عن كي بي اس سيتا ام. المعادله ادي الاي اي ما زالت ناحيه اليمين هي الانبوت، سي تي ام ظهرت في اول ترم لكن هنا ما ظهرتش في الترم الثاني، يبقى في مشكله لازم اشيل التي ام عندي واعوض عنها بدلاله سي تي ام. نرجع ثاني، هل الموتور ده بتسيبه لوحده ولا بتوصل عليه لود؟ طبعا بحط لود، فاللود اللي بتحطه ده بيبقى شكله كده، عندي انرشيا وفي دمبر معاه، الانرشيا هسميها جي ام والدمبر هسميه دي ام، وبالتالي النقطه دي هتبقى متوصله مع الشافت ده، ما ده اللود، النقطه دي هتوصل مع الشافت، الشافت بيدور تي ام، تورك تي ام وسيتا ام، يبقى هنا تي ام سيتا ام، هتعدي الانرشيا تبقى هنا سيتا ام، تعدي الدمبر تبقى الزاويه زيرو، والكلام ده اتشرح بالتفصيل في فيديوهات سابقه. هنا عايز المعادله بتاعت ده بتاعت اللود، المعادله بتاعت اللود هنا في سيتا وحيده، ان البرانش ده كله بيدور بسيتا وحيده اسمها سيتا ام، يبقى اقول الامبيدنس في سيتا ام بتساوي تي ام المطبق عليه، يبقى عندي الامبيدنس هنا بتساوي ايه؟ جي ام اس تربيع
زائد دي ام اس في سي تي ام بتساوي تي ام، دي معادله اللود. ومن هنا اقدر اشيل التي ام الموجوده في المعادله اللي فاتت واعوض عنها بدلاله سي تي ام اللي انت شايفها. يبقى عندي التي ام دي المعادله اللي فاتت، هشيل تي ام هنا واحط ده كله مكان التي ام، تطلع بالشكل اللي انت شايفه ده. يبقى التي ام اهي، شلت ده تي ام عوضت عنها بده كله. وبالتالي بعد كده دي العلاقه اللي انا حصلت عليها. في حاجه مهمه هنا بيقول لك ان ال اي اللي هي الاندكتنس بتاعت الملف الخاص بالارميتشر بتاع الموتور صغيره جدا تكاد تقترب من الزيرو، او عند مقارنتها مع الار اي صغيره جدا، يعني الار اي هنفترض قيمتها 10، يبقى ال اي تقريبا يبقى 1 من 10، فبالتالي ال اي يتم اهماله مقارنه بالار اي، فبالتالي الترم ده يبقى عوض عنه بزيرو بشيله. فالفكره كلها ان انا شلت مين؟ شلت الترم ده، بقيت المعادله زي ما انت شايف. هاخد سي تي ام عامل مشترك، سي تي ام سي تي ام اخدتها من هنا، ارجع ابص للمعادله، الانبوت اي اي تمام، المعادله اللي على الشمال كلها داله في سي تي ام، يبقى كده المعادله صحيحه، اقدر افصل منها على ترانسفير فانكشن اللي هو عايزه. هبتدي اخد ار اي على كي تي عامل مشترك من القوس ده كله، ار اي على كي تي لما اخدها من القوس اللي هنا ده تطلع زي ما هي، تطلع بره، ينزل القوس زي ما هو. الترم ده عايز اخد منه ار اي على كي تي ومش موجوده فيه، يبقى اضربه في المقلوب، يبقى الترم ده اضربه في المقلوب. عايز تعمل تشيك تاكد ان حلك صح، اضرب ده في القوس الاول يطلع الجزء ده، اضرب ده في الحد الثاني، ده هنا وده مقلوبه طار، يفضل كي بي في اس، يطلع لك اللي فوق. وادي عندي سيتا ام زي ما هي، والاي اي نزلت زي ما هي. هاخد الترم ده اوديه الناحيه الثانيه، يبقى لما اوديه الناحيه الثانيه هيروح بالمقلوب، وبالتالي راح بالمقلوب زي ما انتم شايفين اهو، لان انا يعتبر ضربت في مقلوبه. عندي هنا اس 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 تربيع، طب ما تاخد اس عامل مشترك يطلع المعادله بالشكل ده. عايز ترانسفير فانكشن، عندي انا عايز سي تي ام على اي اي، يبقى سي تي ام اسحب الاي اي في المقام ويسحب القوس ده كله في المقام الناحيه الثانيه، وبالتالي دي المعادله. لو انا عايز احصل على الترانسفير فانكشن سي تي ام على اي اي زي ما قلنا ده هيبقى في البسط، الباقي ده كله هيتسحب في المقام الناحيه الثانيه، يبقى عندي دي ترانسفير فانكشن بالشكل ده، وهي دي اهم حاجه عندي في الاثبات. يبقى انا حصلت على ترانسفير فانكشن بتاعت الموتور. لو بصينا فيها هنلاقي كي تي على ار اي دي ريشيو نفسها هي موجوده تحت هنا، فبالتالي لو حصلت على الريشيو هنا هعوض عنها هنا، ده اول متغير انا خلصت منه او انا جبته. فاضل متغير تاني اسمه او ثابت تاني اسمه كي بي، لو انا حصلت عليه يبقى كده تمام. فاضل عندي جي ام ودي ام، الجي ام والدي ام هي عباره عن محصله الامبيدنس اللي موجوده في الرسم لما تنقل الكول للامبيدنس عندك للبرانش بتاع الموتور. يبقى الجي ام والدي ام هي محصله الامبيدنس بتاعت الرسم عندك لما تنقل كل الكومبوننت للبرانش اللي متوصل على الموتور، لازم الخطوات دي. عايز احسب الثوابت، عشان احسب الثوابت هنرجع تاني للمعادله اللي كانت علاقه بين التي ام وسي تي ام والاي اي، هتلاقيها في السلايدات اللي فاتت. ال اي دي ههملها افرضها بزيرو، يبقى ال اي بزيرو فرضتها تطلع العلاقه بالشكل ده، وبالتالي هنا اجيب لابلاس العكسي، التي ام تبقى تي ام اوف تي، اس سي تي ام معناها سيتا دوت، ما اس في سيتا معناها سيتا دوت، سيتا دوت تبقى اوميجا ام، والثابت نزل زي ما هو. يبقى دي عندنا العلاقه اهي. طبعا الاي اي ده الفولت المطبع على الموتور، لو كان ثابت يبقى مش هيبقى اي اي اوف تي، لا هيبقى اي اي بس ثابت. لو الاي اي ثابت اعمل الدروب للتي من المعادله، تطلع المعادله بالشكل ده، انا شلت التي من المعادله كلها، وبالتالي هودي الترم ده الناحيه الثانيه باشاره سلب، وهيبقى عندي ار اي على كي تي تي ام بتساوي اللي انا عملته. طب انا عايز اتخلص من الترم ده، يبقى اضرب المعادله كلها في مقلوب ده، يبقى هضرب المعادله كلها في كي تي على ار اي، يطلع المعادله النهائيه تي ام بالشكل ده. ادي الاي اي عندي، الكي بي اوميجا ام راحت بسالب كي بي اوميجا ام، وانا ضربت المعادله كلها في الثابت ده اللي هو مقلوب الريشيو اللي هنا. المعادله دي بتكافئ معادله خط مستقيم، يبقى الواي بتساوي اي اكس زائد بي، يبقى التي ام اهو، يبقى ده عندي المحور واي، والاوميجا ام هيبقى هو المحور الافقي. طب ليه ما تبقاش الاي اي هي المحور الافقي؟ قلنا الاي اي ده ثابت والريشيو دي ثابته، يبقى ده كله عباره عن ثابت، الاوميجا ام هي اللي بتتغير، يبقى اوميجا ام عندي. لو لاحظنا كي تي ار اي مضروبه في كي بي، القيم دي كلها موجبه، ده كله موجب، اضربها في سالب يبقى هنا القيمه دي كلها سالب. الاوميجا ام القيمه اللي قدامها دي بتعبر عن ميل المستقيم، اذا كان ميل المستقيم موجب يبقى ارسم مستقيم يصنع زاويه حاده مع محور اكس، اذا كان المستقيم عندي بيبقى سالب يبقى ارسم مستقيم يصنع زاويه منفرجه مع محور اكس، فبالتالي القيمه هنا هتطلع سالبه، يبقى ارسم مستقيم يصنع زاويه منفرجه مع محور اكس عند قيمه معينه اسمها اي اي، تمام؟ يهمني في المستقيم النقطه دي والنقطه دي، عايز اجيبهم، اجيبهم ازاي؟ عند النقطه دي، عند النقطه اللي هنا دي الاوميجا بكام؟ الاوميجا بزيرو، ما انا برسم اوميجا مع تي ام، هنا تبقى القيمه تي ام فقط، يعني تي ام ليه قيمه، وقتها الاوميجا عندي بزيرو، يعني هنا الاوميجا دايما بزيرو،
اي قيمة على المستقيم ده الاوميجا بتاعته بزيرو، والعكس بالنسبة للمستقيم التاني. يبقى انا عايز النقطة دي، يبقى الاوميجا ام عندها بزيرو. من معادلة المستقيم عوض عن اوميجا ام بزيرو، يبقى طار فضلت تي ام بيساوي الثابت اللي هنا ده. يبقى النقطة دي هسميها تي ستيل، وهقول لك ليه سميناها تي ستيل. يبقى تي ام بتساوي تي ستيل اللي هي النقطة دي بتساوي الثابت اللي هنا، يبقى وقتها اقول التي ستيل بيساوي الثابت اللي هنا اللي انا حصلت عليه. ليه سميته تي ستيل؟ لان النقطة دي عندها الاوميجا بزيرو. ايه معنى ان الاوميجا بزيرو؟ معناه ان الموتور واقف او الشافت مش بيدور. الشافت مش بيدور ليه حالتين، يا اما الموتور اصلا انت مش مطبق عليه تغذيه بالتالي الشافت واقف ده طبيعي، يا اما اصلا انت مطبق تغذيه، هو ده الحاله بتاعتنا في المساله هنا او في الاناليسيس بتاعتنا. انت مطبق عليه فولت اوكي، طب وهو الشافت واقف ليه؟ مش قلنا الموتور ليه ليميتيشن اخره تورك معين يدور لود معين؟ يعني ما ينفعش تجيب موتور وتطبق عليه لود اكبر من التورك بتاعه، مش هيدوره او مش هيشغله، الشافت هيقف. هيبقى اللود مطبق على الموتور واللود عندي بيبقى كبير جدا، بالتالي هيوقف الشافت بتاع الموتور، يبقى الاوميجا بزيرو. وقتها التورك عندي هيبقى اكبر ما يمكن، يبقى التورك التي ستيل هو التورك اكبر ما يمكن عند تطبيق الفول لود. الفول لود هنيجي من العلاقه اللي هنا دي، لو انا قسمت التي ستيل على اي اي هتطلع كي تي على ار اي، مش الكي تي على ار اي دي موجوده في الترانسفير فانكشن وده ثابت او ريشيو انت عايزها. يبقى لو انا حصلت على التي ستيل اللي هي النقطه اللي هنا من المنحنى وعندي جهد التشغيل بتاع الموتور، اقسم الاثنين على بعض يديني الريشيو اللي موجوده في الترانسفير فانكشن، ده اول ثابت تمام. النقطه اللي هنا دي هسميها اوميجا لود وهشرحها ليه، وزي ما قلنا ان النقطه دي بيبقى عندها الفول لود، ان انا مطبق الفول لود وعندي كمان الماكسيمم تورك. ماكسيمم تورك ليه؟ لان دي اقصى قيمه على محور تورك، فبالتالي ده الماكسيمم تورك عنده الاوميجا ام بتساوي زيرو. الماكسيمم تورك ده هسميه تي ستيل. كلمه ستيل بمعنى تحجيم او ربط او قيمه اللود اللي بتخلي الموتور يحصل له تحجيم او ايقاف، وقتها الموتور بيسحب اعلى تيار، ولو استمريت في تطبيق الفول لود عن الموتور هيتحرق، لان في تيار عالي بيتسحب عشان يحاول يتغلب على اللود. دي العلاقه اللي احنا رسمناها وقلنا النقطه دي اسمها اوميجا نو لود. عايز النقطه دي اجيبها ازاي؟ ده عندها على منحنى الاوميجا التي دايما بزيرو، يبقى اروح للعلاقه اللي عندي، يبقى اعوض التي ام بزيرو عشان اجيب النقطه دي. اعوض التي ام بزيرو وتطلع المعادله هنا بتساوي زيرو، يبقى المعادله دي كلها بتساوي زيرو، الاوميجا وقتها تبقى اوميجا نو لود. لو انا هتلقى الثابت ده هنا ومن هنا طار، لان هنا المعادله بتساوي زيرو، هتطلع كي بي في اوميجا نو لود بتساوي الاي اي، وبالتالي الاوميجا نو لود عندك بتساوي ايه؟ اي اي على كي بي، اي اي على كي بي تطلع الاوميجا نو لود عندك. ولو انا قسمت الاي اي على الاوميجا نو لود هنا هتطلع الكي بي، يبقى الكي بي بيساوي اي اي على اوميجا نو لود، والكي بي ده موجود في الترانسفير فانكشن، يبقى اقول اي اي على اوميجا نو لود، يبقى ده الثابت الثاني في الترانسفير فانكشن. قلنا النقطه دي هسميها اوميجا نو لود، ليه؟ هنا التورك عندي بزيرو على المستقيم ده، التورك بزيرو والنقطه دي عندها التورك بزيرو، وقتها الاوميجا اقصى ما يمكن. التورك بزيرو معناها مش مطبق لود، لان العلاقه بين التورك واللود علاقه طرديه، انت مطبق لود يبقى في تورك، مش مطبق لود يبقى مفيش تورك. طب انت مش مطبق لود يبقى الموتور هيدور باقصى سرعه ليه، طول ما انت مش مطبق لود يبقى الموتور هيدور باقصى سرعه ليه، وقتها التورك بزيرو عشان اللود بزيرو تمام. يبقى عند النقطه دي نو لود، والماكسيمم سبيد هسميها اوميجا نو لود، والتي ام بتساوي زيرو عندي. في نقطه مهمه، زي ما انت شايف المستقيم هنا العلاقه عكسيه بين التورك والسبيد، والكلام ده قلناه قبل كده في سلايدات او في فيديوهات سابقه، قلنا ان العلاقه بين التورك والاوميجا علاقه عكسيه، كل ما التورك يزيد الاوميجا تقل، والكلام ده واضح من المستقيم قدامك. يبقى في نهايه الفيديو النهارده يهمني الكيرف بتاع المستقيم، النقطه دي اسمها تي سكيل، النقطه دي اسمها اوميجا نو لود، الفولت اللي بيتم عنده التشغيل، المنحنى او المستقيم او الاكس بتاع التورك، الاكس بتاع الاوميجا ام، لازم الوحده هنا بتاعت التورك تبقى نيوتن متر، الوحده بتاعت الاوميجا عباره عن راد بير سكند، راد بير سكند. وبالتالي حصلنا من السلايدات اللي فاتت على ان الترانسفير فانكشن تطلع بالشكل ده، انا محتاج في الترانسفير فانكشن كي تي على ار اي او الريشيو اللي هي موجوده هنا، بجيبها من علاقه تي ستيل على اي اي واحنا اثبتناها، يبقى تي ستيل على اي اي اللي هي النقطه دي قيمتها تورك بكام على جهد بالفولت يديني الريشيو كي تي على ار اي. عندي الكي بي اللي هو الثابت عباره عن الاي اي على اوميجا نو لود، الاوميجا نو لود لازم تبقى راد بير سكند، والاي اي لازم تبقى بالفولت، والثابت الثاني ده هو اللي هنا. يبقى فاضل عندي اجيب جي ام ودي ام، ودي بتيجي من لود في الامثله. وبالتالي فيديو النهارده كده انتهى، واتمنى حلقه النهارده تكونوا استفدتوا منها حتى لو بحاجه قليله، وشكرا جزيلا.